يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياكم الله يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ كنا قد توقفنا عند الصفة الرابعة، العفو والصفح. والعفو والصفح من لوازم الصبر، لأن الإنسان إذا ما صبر وكظم عفا وصفح، عفا وصفح، وإلا كيف تتقدم منزلة العفو والصفح على منزلة الصبر؟ لا يكون ذلك. فالإنسان إذا ما صبر سامح وغفر وعفا. ومن مقتضيات الحلم التسامح، يبقى العفو من لوازم الصبر، ومن مقتضيات الحلم التسامح. لكن إفراد هاتين الصفتين بالذكر كان لما لهما من أهمية بالغة في قبول دعوة الداعية أو ردها. تخيل موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة، والنبي وكأنك برسول الله صلى الله عليه وسلم واقف ويقول للناس: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهم يقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. هذا المشهد حتى هؤلاء الكفار لا يجدون بدا من ذكره في باب محاسنه صلى الله عليه وسلم، بعدما رأى من إيذاء قريش ومن اضطهادهم له ولأصحابه ومن انتقاصهم ومن قتلهم في بعض الأحايين ومن كذا ومن كذا ومن كذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه منزلة بلا شك تشق طريقها في قلوب العباد نحو الحب والاحترام. لذلك يقول ربك سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. والدفع للعدو بين الذي بينك وبينه شيء درجة أرفع من مجرد العفو والتسامح. يبقى أنت أصلا مطالب في باب الدعوة أن إيه؟ أن تمنح من منعك، وأن تعفو عمن ظلمك وتعطيه وتواسيه. هذا إن كنت تريد أن تكون من الدعاة، وإلا الانتصار للنفس والانتقام كذا ورؤية حظوظ النفس لا تصلح أبدا أن تكون من في 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 قلب الداعية، لأن الداعية لا يعيش لنفسه إنما يعيش لقضيته، يعيش لدينه لدعوته. فما هو إلا ثمرة هذه الدعوة؟ وما هو إلا جندي؟ كان عندي أخ بالأمس القريب من قرية من قرى تبع لمركز بسيون، وذكر لي قصة عجيبة. يقول هذا الأخ يحكي يقول يعني أنه تأثر كثير بموقف هذا الرجل. كانوا في افتتاح مسجد، فدعا أحد
الدعاء من جهتهم هناك. وسبحان الله يفتتح هذا المسجد، كان مسجد كبير مجمع، ودعا رجل آخر يخطب في مسجد صغير عندهم في الايه في القرية. وكان يحب أن يكون هذا الرجل الأول هو الذي يخطب الجمعة الأولى في المسجد يفتتحه. كان رجل صاحب ديانة كده وكان له سمت، طبعا يظهر الفرق بين هذا وذاك. يقول فلما أتى الثاني وجدت في نفسه إيه؟ كراهة ألا يفتتح هو المسجد. طبعا لو كنت أنا مكانه لكان حيصلي هنا ولا هنا، ولا مش هنصلي جمعة خالص. إياك أبدا أن تداهن في دين الله أو أن تربي الناس على هذه المعاني السلبية. الثاني الذي دعاه يخطب في المسجد الصغير يريد أن يخطب فين؟ هو لم يصرح، لكن حيحصل بقى إيه؟ نوع من شيء يترتب عليه شيء وزعل وكذا وكذا وكذا. يقول فأثرت السلامة وأخذت هذا الأخ الكبير في السن أنطلق به نحو المسجد الصغير. فلما استشعر الرجل قال يا أخي هون على نفسك على رسلك، وقال له كلمة كده بالعامية من كلام القرى اللطيف، قال له يا أخي أنا كلب سيجة، حطني في أي مكان مهمكش، أنا خادم. لرب هذه الكلمة وهذا الموقف أثر في هذا الرجل أعظم من تأثير مئات الدروس وآلاف الخطب. الناس تنتظر منك ردود الأفعال لا مجرد الأفعال. انتبه لأنك تحمل رسالة، إياك أن تخالف هذه الرسالة في نفسك أو أن تخالف معناها في أفعالك فتسقط من أعين الناس وأنت مستمر. لذلك من لوازم الداعية أن يعفو وأن يصفح وأن يسامح وأن يبذل وأن يعطي. فقد مضت سنة الدعوة إلى الله في حصول الأذى بالمدعو ونزول الضراء به، وقد طبعت النفوس على الإعراض عن المؤذي أو الانتقام منه، وجبلت نفوس المدعوين على رد دعوة المنتقم والنفور منه، فيخسر حينئذ الداعية ويفر المدعوون وتتوقف الدعوة ولا تتم هداية المخلوقين. لذلك أمر الله الداعية بالعفو والتسامح مع المدعوين حتى تكون القلوب صافية والنفوس أحيانا يا أخوانا تستشعر معنى وأنت في تتكلم في هذا الكلام، معنى التناقض في أنفسنا، معنى التناقض في النفس بين ما تدعو إليه وبين ما تفعله. هذا التناقض في الحقيقة منشأ هذا التناقض بسبب مخالفة الظاهر للباطن والقول للفعل. قبيح أن تتكلم في خطبة عصماء أو تهدي إنسان شريط أو مطوية أو ورقة أو كذا أو كتيب أو رسالة عن التسامح، ثم تكون أنت أول الراسبين في أول اختبار عند أول محطة. صحيح أنت لك حق، هو أخطأ فيك، لكن هو ينتظر منك إيه؟ البرهان، أن تبرهن على صدق ما تدعو إليه، أن تبرهن على صدق ما تشير أنت له أن ينتهجه، أن تبرهن على أنك تفعل ما تأمر الناس به. أشياء بسيطة، خلي بالك لا تتعنى ولا تتكلف، فالمخلص سيتصرف من تلقاء نفسه. هناك شعور بيحركه، معنى بيحركه، رسالة بتحركه، أما غير ذلك حيسقط، مش بإيده. هذا الإشكال. لا تتصنع، لكن قف مع نفسك
تحتاج أن ترجع أحيانا خطوة إلى الوراء إلى الخلف، تقيم أعمالك وتصرفاتك، تنظر إلى حالك، تنظر إلى ذاتك، ليس بينك وبينها حجاب. قد تكون أنت مستور في أعين الناس بشيء من مظهر، بشيء من أفعال، لكن في الحقيقة أنت أمام نفسك مكشوف. أنت عارف أخطائك كويس، عارف عيوبك كويس. أنت تحتاج خطوة إلى الخلف لتنظر إلى حقيقة هذا الشخص، إلى قيمته الحقيقية، إلى وزنه الحقيقي في ميزان الدعوة والالتزام والإيمان. إن كنت تريد أن تنطلق وإن كنت معجب بحالك فأنت وما أنت عليه، أنت في حاجة لهذا التقييم. تتعبش نفسك. حنرجع تاني ونقول إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هو أمام الناس شيخ، هي أمام النساء منقبة، أخت بتروح المسجد وتأتي من المسجد وكذا وكذا وكذا، لكن كيف سلوكها مع أمها، مع أخواتها، مع أهلها، مع زوجها، مع كذا، مع ما الفائدة أنك تجلس هنا متربع متخشع كذا وكذا وكذا وكذا، لكن مع الناس في ثوب آخر بوجه آخر؟ في هذه البيئة نحن نتكلم وينبغي على المسلم أن يسامح، وأن الله عز وجل قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الحلم بالتحلم، وقال صلى الله عليه وسلم ولا كلام جميل. وفي الواقع عند أول اختبار هذا إشكال، وهذا ما يسمونه بانفكاك الجهة بين ما ينبغي أن يكون عليه الداعي أو الداعية وبين ما يتكلم به أو يدعو إليه. قال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وقال صلى الله عليه وسلم وما توضع أحد لله إلا رفعه. وكان ابن عمر يدخل السوق لا يبيع ولا يشتري لكن ليسلم على الناس، فكانوا إذا رأوه استبشروا وانكبوا عليه يستفتونه فيفتيهم ويحل قضاياهم. هذا عمت شكوى الناس، الشيخ فلان بيعد ما بيسلمش. ليه؟ أنا بسلم والله بس بصوت واطي. يا عم تعلي صوتك، لسه ما خدوش ضرايب على علو الصوت لسه. يا سيدي علي صوتك، سلم على الناس. ابن عمر كان ينزل السوق لا ليبيع ولا ليشتري ولكن ليسلم على الناس فقط وذكرهم بالله. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. كن من هؤلاء يا سيدي، وأنت كذلك، بس ما تعديش على القوم تقول لهم السلام عليكم، يعني فيما يخصك للأخوات. تلاقي أخت لبس النقاب ومش لبساه، أشياء يندى لها الجبين. إحنا مش بنأمرك أن تخلع النقاب، إحنا بنأمرك أن إيه؟ أن تكمليه وأن تتمميه. الأخ اللي ملتحي ويظهر منه شيء من الخلق الفاحش، نحن لا نقول لك احلق لحيتك، لكن نقول لك كن كهيئة الملتزم في الظاهر والباطن. ولا شيء يساعد في نشر الدعوة وتوسيع رقعتها كالاختلاط بالناس ومعرفة أحوالهم والوقوف مع متطلباتهم ومدارسة مشكلاتهم. تبقى الناس في أزمة طاحنة، في قضية واضحة، في معترك، في مسألة ما، مثلا موضوع زي الشيعة، الناس محتاجين حد يكلمهم
يفصل لهم في ضلالات الشيعة وكذا 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 وكذا، وتجد مثلا الخطيب يتكلم في مسألة ما بعيدة كل البعد، خاطب الناس فيما يحتاجون إليه. إياك أن تلقي موعظة في كلام أنت تحسنه ولكن فيما يحتاج الناس إليه، ده الداعية الناجح. ما تزورش كلام يعجب الناس عشان أنت عارفه وحفظه ومتمكن منه، لا لا، ولكن تكلم فيما يحتاج إليه الناس. ومخالطة الناس والصبر على الأذى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد مضت سنة الأنبياء في تواضعهم ومخالطتهم في معايشهم وفتح أبوابهم وتوسعة صدورهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فكان صلى الله عليه وسلم يخالط أصحابه فيزوج عزبهم ويعود مريضهم ويتفقد أحوالهم ويشيع ميتهم ويعين فقيرهم، بل كان يعود المريض من أعدائه، فقد عاد ابنا ليهودي. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأته النبي يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وعنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. منذ 5 سنوات أو ما يزيد كانت هناك واقعة لأحد الإخوة. كان هذا الأخ يعمل في مشروع تجاري كبير تحت الإنشاء، وكان مسؤول عن هذا الموقع، وأرسلت شركة المصاعد، كان هذا سوق كبير في اللي هي السلالم الكهربائية ومصاعد وكذا، شركة مصاعد عالمية، كان الكلام هذا في الرياض، أرسلت تعاقدوا معها تنشئ الإيه السلم الكهربائي للسوق أو السلالم والمصاعد وكذا وكذا وكذا. وكان كبير الفنيين فلبيني نصراني، فما كان من هذا الأخ الموجود في ذلك المكان كان يذهب كل يوم يسلم على النصراني هذا ويسلم على العمال ويتفقد أحوال الجميع ويبتسم، وكان حازم جدا في العمل ولا يتكلم معه في شيء، لا يتكلم معه في شيء أبدا، لكن كان يتبسم في وجهه إذا احتاج شيء أعانه، يعمل مثلا عزومة ويدعوهم ويدعو من معه وكذا وكذا وكذا، يؤذن للصلاة يترك ويقف العمل تماما، مع إن في الأماكن ديت العمال ما بيقفوش يعني على شاس كذا وكذا وكذا، وبعد شوية كذا صلوا مع بعض. فسبحان الله العظيم ظل مع هذا الفني اللي هو رئيس المجموعة على هذا الحال. كيف حالك؟ أخبر أولادك؟ كيف زوجك؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ تحتاج شيء؟ تحتاج؟ لا يكلمه في شيء، يذهب يتفقد حاله وكذا وكذا وكذا. وفجأة أتى هذا الرجل وقال: أريد أن أقرأ عن الإسلام. فاتصل هذا الأخ بأحد مندوب الدعوة وأرسلوا إيه كتيبات وأعطاها له، وكان على هو الحال في المخالطة الطيبة والابتسامة الطيبة وكذا وكذا والخلق الحسن والمعاملة الجميلة. تقريبا بعد شهر قال له، كل مرة هو اللي يذهب له يعني، والناصراني هذا يذهب للأخ هذا، فالمرة الأخيرة ذهب السلام، قال: أريد أن أدخل في الإسلام. سبحان الله العظيم. فتم عمل طبعا حفل كبير وتم إشهار إسلامه وكذا وكذا وكذا. تخيل لو أن هذا الرجل لم يخالط ذاك، ألم يكن قد حرم نفسه من هذا الخير الكثير؟ تخيل وأنت معي أن هذا النصراني الذي أسلم
صلاته وصيامه وكل أعماله في ميزان من؟ الذي كان يدعوه. انظر إلى كم الخيرات التي حرمت نفسك منها لمجرد عدم مخالطتك للناس، كم خيرات كبير. نعم. وكانت الآمة تأخذ بيده بالمدينة فيطاوعها، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كانت الآمة من أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها، فإن شئت أن يكون طبيبا رأيته طبيبا، وإن شئت أن تراه مصلحا بين الناس كان مصلحا، وإن شئت أن تجده بائعا وشاريا كان كذلك، وحسبك أن امرأة شكت إليه قلة جماع زوجها. يعني في كل شيء. وهذا فيه معنى قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه ومن الناس. وهذا المعنى نحن في أشد الحاجة إليه، في أمس الحاجة إليه الآن يا أخواننا. دعوات التغريب والتفلت والانفلات والشديدة، ينبغي علينا أن نكون بجوار الناس، أن نكون أقرب إليهم من أولئك المفسدين الداعين إلى المنكر، الآمرين بالمنكرات والموبقات. لا تلوم على الناس، أنت بعدت عنهم كثيرا. خالط الناس واصبر على أذاهم ووجه. صدقني مفيش كلمة تذهب سدى إن كانت لله. ويأتي النبي وليس معه أحد، فمقياس النجاح ليس بكم من تبعك، ولكن بكم ما فعلت من عمل وما بذلت من جهد مخلصا صادقا. وزار صاحبا له وكان في البيت غلام قد حبس طيرا له في قفص فمات، فحزن عليه، فقال له الرسول مداعبا وسام: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ الشافعي رحمه الله طلع، يقولوا مطلع حاجة وسبعين فايدة من هذا الحديث، مع انك انت لو جيت تطلع منه حاجة مش تطلع حاجة، لو جيت حتى فسرت عدد الحروف مش هتطلع حاجة وسبعين حرف. فانظر أيها الداعية وفقك الله إلى هذا الصنيع ما ألطفه، وإلى هذا التصرف ما أبدعه. سيد الخلق وسيد الرسل وسلطان الدولة يداعب صبيا ويواسي ولدا في ماذا؟ في عصفور فقده. فما أحرى العلماء والدعاة إلى مثل هذا الخلق. تترك الناس يذهبوا لغيرك، والشيطان ينفرهم منك، ثم تحدث الفجوة، وهذا ما يريده الأعداء، حصول هذه الفجوة بين العلماء والدعاء وبين العامة، فيصفو لهم الجو، اقطع عليهم الطريق. في اتنين تلاتة كده من مكان واحد كده عزموا يروحوا يزوروا الناس، جدول زيارات كده ينشطوا الدعوة في البلد كده، يبدأوا بأقاربهم بأرحامهم التي قطعت أوصالها، يلا بينا ناخد القرية ديت ونطلع على القرية المجاورة ديت. مفيش. خلي بالك، ده انت محروم، واخشى ان تكون ممنوع. واضح؟ فاحيانا الانسان يكون مصروف عن الخير، وما ايسره بين يديه، هذه مشكلة. نعم. ولما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه فعبس في وجهه، جاءه التأديب الرباني، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهل عاتب رسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الأعمى؟ وهل وجد عليه أو اتخذ منه؟ لا، إلا موقف المحبة والإكرام والإجلال. وانظر يا رعاك الله إلى هذا التواضع والمخالطة، وما كان لهما من أثر عظيم في نفوس أصحابه، صدقا وتربية وعملا جعلتهم خير أمة أخرجت للناس. وليس ببعيد عزو هذه الأسباب بين الفجوة الحاصلة بين الناس بعامة والشباب خاصة من جهة، وبين العلماء والدعاء من جهة.
إلى انعزال بعض الدعاة والعلماء وإغلاق أبوابهم وعدم مخالطتهم الناس وتأففهم من الجلوس مع عوام الناس وفقرائهم وحدثاء الأسنان، الأمر الذي أحدث فجوة تغلغل من خلالها الأفكار الفاسدة والمناهج المنحرفة. بينما لو كان العالم الرباني مخالطا للمدعوين متابعا للمتربين لأدرك الأخطار أول وهلة ولعالج الانحراف حين حدوثه كالطبيب المتابع لمرضاه. وأما إذا أعرض الداعية أو المربي وانعزل عن المدعوين تفشى الداء وصعب بعد ذلك الدواء كالطبيب المهمل لمرضاه. أنت بقى طبيب، ما أنتش مهمل لمرضاك، أنت تارك مرضاك. منذ 10 سنين أو ما يزيد التقيت بشاب أوروبي سويسري الجنسية، وصار شيء كده من الصحبة وكذا، فكنا نلتقي دوما في الحرم نتحدث سويا. وجدته مرة يبكي بكاء مرا، في مكان كنا نتفق يعني أن نجلس فيه نتقابل، فلما هدأ قلت ما يبكيك؟ قال انظر إلى هؤلاء، ثم أشار إلى الشيعة، الحمد لله الذي هداني للإسلام على منهج أهل السنة، والحمد لله الذي أنقذني من الكفر. قلت له هذا شيء تحمد وتغبط عليه، لكن ما الداعي لبكائك؟ قال أبكي لموت أبوي على الكفر، أنتم السبب، ما ذنب هؤلاء يموتان على الكفر بسبب تقصيركم. طبعا هذا الكلام له وقع، هذا جارك وهذا قريبك وهذا كذا وهذا كذا وأنت مقصر، إلى متى يا أخي؟ إلى متى هذا التقصير؟ أنت جاي هنا ليه؟ تعمل إيه؟ بالله عليك، لماذا منحك الله هذا العلم وهذا الفهم؟ لماذا رزقك الله هذا الطريق؟ تحتاج. الصفة السادسة حسن التصرف وحكمة الجواب والإعراض عن الجاهلين. من البدهي أن يتعرض الداعية لمواقف صعبة ولإحراجات كثيرة، فالناس تتنوع مشاربهم وتختلف مقاصدهم وتتفاوت أساليبهم، فمنهم من يطلب الحق ويتجاوز في الأسلوب، ومنهم من لا يحسن السؤال والخطاب، ومنهم من يتعنت، ومنهم من يترصد الألفاظ ويحملها ما لا تحتمل، وذلك كثير جدا. تؤول أحيانا أفعالك على أسوأ المحامل، أنت تحتاج أن تجاب هذا بحكمة، لا تكون ضيق الفهم قصير النظر. أحيانا الإنسان لا يحسن السؤال، وأحيانا الإنسان عنده حق لكن أسلوبه يخونه. يعني مثلا في بعض الناس عندهم في الأسلوب نوع من الغلظة، هو على حق لكن أسلوبه يخونه، ده موجود. ومنهم من يتعمد الإحراج ويبيت السوء لتشويه سمعة الداعي وقذفه بالتهم لإرباك دعوته وإشغاله عنها حسدا وبغيا، وقد كان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليك هذه الأمثلة. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ابن عمته الزبير ورجل، فكان الحكم لصالح الزبير، فقال الرجل أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له لأنه ابن عمتك، نعوذ بالله من سوء الظن، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن شدد في الحكم وأعرض عن التهمة. وشد أعرابي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشيتها في عنقه طالبا وفاء دينه، فالتفت إليه رسول الله ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التصرفات يعني الخلقية العظيمة يعطي دروسا، وهي دروس عملية تربوية في الأخلاق لأصحابه. لذلك يجب على الداعية أن يكون متنبها إلى هذا الأمر، منضبطا في ألفاظه. أيوة، منضبط في إيه؟ ليس الألفاظ أيضا، ليس فقط الألفاظ التي تخرج من الداعية، ولكن الألفاظ التي يسمعها.
يعني ما تخليش الالفاظ تعدي عليك كده. واحد صاحبك ولا جارك ولا معرفه جلس معاك يتكلم وفي لفظ طلع كده بالراحه كده تنبه يا اخي انت رجل طيب، كيف تخرج منك هذه الالفاظ؟ بعض الاخوه ما يحصلش كده، يلاقي الدنيا عملت كده فيروح ايه رد عليه بلفظ برضه، يعني هو انت مش انت مش يعني فكرش نفسك احنا على احنا على قديمه. بيحصل، دي مصيبه كارثه. مثلا عشان برضه الواد ما يفكرش ان احنا يعني حكايه والشيطان يلبس تلبيس عظيم ويروح مديله لفظ كده من الجداد الحاجات اللي احنا بنسمعها دي. لا ابدا، منضبطا في الفاظه متوازنا في تصرفاته، لا تكن عاجلا ذا، كن عندك نوع من التأني والتؤدة بالراحة، وأن يكون حذرا من أن يتصرف تصرفا يعيق دعوته. إياك أبدا، يعني كل إنسان يعرف نفسه أنه في الغضب ما كذا وفي ناس في، ما تنشيش تصرف وأنت غضبان ولا ترد وأنت غضبان، دايما خلي تصرفاتك وردودك في وقت هدوء وتوازن. أو يتلفظ بألفاظ يستغلها المترصدون ليجعلوا منها حديث المجالس ووسيلة للتنفير من الدعية، وهم عن سبيل الله يصدون وهم يشعرون أو لا يشعرون. ولا شك أن هذا يؤثر على شخصية الداعية وعطائه ويعرقل مسيرة دعوته، فخطأ الداعية مضاعف وتصرفاته مشاع وكلماته مذاعة. ليه؟ ملك؟ لا، ينظر إليه على سبيل الاقتداء. انت شيخ يا عم انا ايوه بس شيخ، ما انت مربيها ليه؟ هذا الكلام فيه حق كثير. وفيه اعتزاز الناس بشخصية الملتزم في الحقيقة، وأنه لا ينبغي أبدا أن يكون كهؤلاء المنفلتين. تبقى المصيبة كلها إيه؟ أن تطلع الحياة أنه أكثر تفلتا من هؤلاء. أخوكم بيتثائب لعلنا أثقلنا عليكم. قواعد في حسن الإجابة ومعالجة هذا الأمر، قد يكون هذا موضوع سؤال. التريث في الإجابة والتأني في التصرف وعدم الاستجابة لرد الفعل. الثانية، ضبط النفس حين الغضب وكبح جماح الانتقام للنفس، ويعين على ذلك استشعار خطورة التوقف الدعوة لأجل هذا التصرف، وتقديم حظ الدعوة على حظوظ النفس واحتساب الأجر عند الله عز وجل. وقد مر معنا الموقف بتاع الرجل الذي كان بيلم تبرعات للبوسنة، قلنا صح؟ قلنا هذا الموقف لما قال هذه لي فأين الذي لله. هذا الموقف من دي كثيرة جدا. يحكي لي أخ منذ ما يقرب من 12-13 سنة، كان عنده كده مكان مكتبة صغيرة، وكان يمر عليه أخ أصغر منه، وكان يعني شكله بيبغض الأخ ده خالص، والأخ ده كان كبير وكان عنده شيء من الحلم وكذا وكذا، وكان يروح المكان ده يشتري، فما لقى الاخ ده ما يشتريش مع ان ده صاحب المكان، وكان يشتري من اللي شغال ايه معاه. كان الاخ يحلم عليه جدا ويتهذب معه جدا، وسبحان الله دارت الايام وشاء الله سبحانه وتعالى ان يجتمع في موقف، فما راى من الاخ الا كل حلم وصبر وحسن معامله. الان يعامل هذا الاخ معامله بأدب وحب واحترام، لعل هذا الأخ لا يعامله بها أحد من بيته ويحبه في كل شيء. فلما أراد أن يتزوج ذهب إليه، فهو الذي رشح له وزكى له زوجة وزوجه، ولما حصلت مشكلة ذهب إليه واستمع له، وهو يدير الآن تقريبا حياته وأصبح أخ محب جدا للدعوة ومحب جدا للعلم. سبحان الله. تقدير المصالح والمفاسد، وذلك بالتفكر في مقصود السائل والتبصر في الإجابة والفهم العميق لمدلولها والنظر في التصرف وما ينتج عنه من عواقب. لما أتى رجل إلى ابن عباس وسأله عن إيه، هل للقاتل من توبة؟ قال له لا، ملوش توبة.
ملوش توبة ماشي. وأتى سائل آخر يقول له إيه؟ قال نعم. ويا جماعة مرة له توبة، أما الأول فأتى وفي نفسه شر ويريد أن يقتل، فكانت الفتوى إيه؟ مقدرة للصالح، لا اوعى تقتل انت مالكش توبة، فنهته وزجرته. وأما الآخر فكان آيس، فعل الفعل وخلاص آيس، بينه وبين أن يخرج من الملة شعرة. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ملة حيرد إنسان سأل ربه وهو الحكيم وهو العليم وهو الرحيم. دايما أنت تاخد بالك تنتبه من هذه الأشياء. جواز الأخذ بالمدراء والتولية حين الحاجة الملحة، حين الحاجة الملحة مش في المزاح، عليك فلوس لأخ وكان مزاد والله وتحسبش بتحلفش بقى على وتبقى حياة الأخ كلها تعريض، حياته كلها تعريض. أنا ما كنتش هناك، وقصده إيه؟ ما كنتش هناك،